احنا طبعا كناس بنشتغل في القطاع الهندسي يهمنا نعرف هل الموضوع مقتصر فقط على القطاع الهندسي ولا الموضوع ابليكابل على القطاعات الاخرى زي مثلا القطاعات الصحيه القطاعات الترفيهيه على حسب الطلاعه يعني ان معظم القطاعات حاليا قطاعات الاعمال المختلفه قطاع زراعي قطاع صناعي قطاع تجاري حتى القطاعات التجاره الالكترونيه والامور من هذا القبيل كلها بقت تستخدم وتطبق الذكاء الاصطناعي. هل لو تدينا امثله عن بعض الامثله او بعض الحاجات اللي المجالات الاخرى اللي يستعين بيها في الذكاء الصناعي وبعض ادوات الذكاء الاصطناعي مجالات غير المجالات الهندسيه؟ طبعا كل المجالات بتستفاد منه، يمكن اكتر مجال بيستفاد منه المجال الطبي. ليه المجال الطبي اكتر حاجه بتستفاد منها؟ لان في ناس كتيره استثمرت فلوسها في المجال الطبي زي بيل جيتس مثلا وناس كتيره من وادي السيليكون. ليه؟ لان هم عندهم حلم اللي هو ايه الخلود النسبي. يعني ايه الخلود النسبي؟ يعني هو مش هيمنع الموت لكن هو هيعمل تجديد للخلايا، فهو بيستثمر فلوس كتيره جدا في فكره تجدد الخلايا وان هو يقدر يعيش فتره اطول. يعني هي دي الفكره، ان في استثمارات كتيره في المجال دوت. مفيش مجال غير لما هتلاقي الذكاء الاصطناعي بقى جزء منه. ممكن مثلا ايه عندي مشكله فبدل ما اسال خبير في الموضوع ده بسال الذكاء الاصطناعي وهو بيبدا يدور في كل الكتب ويبدا يجيب لي النتيجه. يعني مثلا لو انا مثلا عايز اتعلم اي علم من العلوم، تمام، عايز اتعلم مثلا ازاي الواحد يصطاد، ازاي الواحد عنده مثلا مشكلة في البيت بتاعه عايز ينظفها عايز يعمل اي حاجة، مجرد ان انا ادخل واسأله هو بيدخل على كمية كبيرة جدا من الداتا ويبدأ يجيب لي النتيجة. الفرق بينه وبين جوجل، جوجل محرك بحث يعني ممكن يديني ايه 500 لينك واللينكات ممكن تكون فيها مشاكل او ممكن تكون معلومات غير صحيحة، هو هنا بيقعد يفرز المعلومات كلها ويبدأ يجيب لي الملخص الموضوع دوت. فخلينا ناخد مثلا المجال الطبي، طبعا في كل حاجة، يعني ان هو مثلا بيديله كل المعلومات للمرضى خلال ال 20 سنه اللي فاتوا. فهو اقوى حاجه في الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ان هو يتنبأ بوجود المشكله قبل ما تحصل. يعني ممكن دكتور قوي يقدر ان هو يكتشف حاجات معينه في الفحوصات، لكن الذكاء الاصطناعي يتفوق على الطبيب ان هو يتنبأ بالمرض قبل ما يحصل بكذا سنه. يعني بيبدا يشوف المؤشرات اللي حصل عند الناس كلها قبل ما يجي لهم مرض الضغط او مرض السكر او مرض السرطان اعزنا الله واياكم الامراض دي كلها، فيبدا يتنبا، فيبدا ان هو يروح للدكتور ويبدا ان هو يشوف العلاج قبل ما يصاب بالمرض دوت. في مجال الزراعه، في مجال يعني حتى في الاقمار الصناعيه، في حاجات احنا كنا بنعملها نفس بخرائط مانيوال، دلوقتي بقى الذكاء الصناعي مثلا في اوبن ستريت ماب بيفيدنا ان هو اوتوماتيك يبدا يقول لنا ان الحته دي مثلا ميه، الحته دي فيها مثلا مشاكل. عملنا قبل كده مشروع في افريقيا ان كان في مجاعه ومفيش ميه، فبالذكاء الاصطناعي بدانا نحدد اماكن الميه ونبعت للناس في المكان دوت ان ما تمشيش الناحيه دي، لا امشي وراك هتلاقي الميه عشان موضوع راعي الاغنام. في مجال مثلا زي الصحافه ان هو بدل ما يدور على المعلومات كتيره جدا لا هو يكتب اللي هو عايزه ويجي له الحاجات. ممكن تقول له اكتب لي قصه، فمجال القصص نفسها او مجال الفن نفسه بدا ان هو حتى امازون كان بيست سيلر للكتب الكتاب كان معمول بالذكاء الاصطناعي. بس الفكره كلها ان هو ما دخلش على الذكاء الاصطناعي وقال له اكتب لي قصه وخدها كوبي بيست وحطها، لا ده بدا بعد ما عمل قال له لا غير الاسامي، لا ده بعملها على شكل صغير قصه صغيره، طب اعمل لي صوره للحته ديت وهكذا. فالانسان لازم يتعاون مع الكمبيوتر في الحاجات ديت. في موضوع مثلا زي ان الواحد يتعلم برمجه ممكن تخش تقول له انا عايزك تشرح لي برمجه. في موضوع اللغات، موضوع الترجمه ان واحد شغل مترجم ده خلاص اتدمر، انت بتخش على الذكاء الاصطناعي وتدوس على الزرار تقول له ترجم بيني وبين واحد صيني، فهو تقول له كلمه بالعربي يقولها له بالصيني والعكس، الكلام ده في ثواني. في مجال الازياء بدا ان هو ممكن مثلا ايه تدي له اي شكل فيوريك حاجه 3 دي بتتحرك لابس نفس الهدوم اللي انت لابسها، ومجرد ان انت تشغل الكاميرا ياخد المقاس بتاعك كجسم ويبدا ان هو يحطه ويوريك الملابس دي هتبقى ضيقه عليك ولا واسعه عليك. فما فيش مجال مستحيل تلاقي مجال على وجه الكره الارضيه غير لما تلاقي في ذكاء اصطناعي. على سبيل المثال مجال الزراعه، في تطبيق شفته واشتغلت عليه وعملت منه شويه حاجات، لو عندك اي زرع بتصوره بالموبايل هو يبدا يقول لك اذا كان في افات ولا لا وايه نوع الافات ديت،
ده جاي من خلال ايه؟ ان هو بيصور كل ما يجي حشرة او يجي آفة او يجي اي حاجة ويبدأ يسجلها. ده اللي هو ايه؟ التعلم الآلي بالاشراف، ببدأ ان انا اديله المعلومة واصلحها له وبتاع، ويقول له ده ده كذا وده كذا وده كذا، خلاص بقى موجود، فأي مرض يظهر بتصوره ويبدأ ان هو يقول لك عليه.